بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت نوصل واحد الرسالة للجمهور القنيطري والغرباوي بصفة عامة على وضعية النادي القنيطري. النادي القنيطري احنا اليوم كلنا المدينة كلها كتفكر المستقبل ديالها وكتفكر الطلوع ديالها هذا الموسم ان شاء الله. احنا ماشي من الناس اللي متعودين يشوشوا لا البارح ولا اليوم ولا غدا. احنا مستقبل الفريق وصعود الفريق للقسم الاول هو الهم ديالنا الاول والاخير. الهم ديالي ماشي ارجع الرئاسه او شكون اللي رئيس او شكون اللي هيكون رئيس. انا الهم ديالي الاول والاخير وهو النادي القنيطري ترجع للمكان ديالها. الاخوان اللي الحين قايمين بهذه المبادره وحاولوا يعملوا التغيير بواحد الطريقه اللي ما كانش شرعيه واللي ضرتني بزاف في الطريقه ديال الجمع العام السابق اللي كان اللي طلغى بقوه القانون. كنوجه لهم حتى هما واحد الرساله لان عبد الودود الزعاف انسان مسامح انسان صبور وانسان ودود في اخلاقه وبادبه. ما كنضرش الناس وكنسامح مهما داك الالم اللي تالمت فيه بزاف ما بقاش في القلب ديالي ما بقاش ابدا في القلب ديالي وفرغته لا من قلبي ولا من هذا ونسيته وكنسامحهم وكنخلي الله هو اللي كيخلص كل واحد. ولو الله خلاني نتغلب في هاد المرحله ديال القضاء وكل شيء هذه ما بغيش نرجع للنادي القنيطري كرئيس للانتقام. لا، انا اول حاجه رجعت المعنويه ديالي وبغيت نبني واحد النادي القنيطري مع الاخوان القنيطريين كاملين لا منخرطين ولا جمهور ولا سلطه ولا مكتب ديال ولا البلديه مدينه القنيطره. نبني واحد النادي صافي من كل الخدع والغدر. الكل النادي القنيطري اليوم خاصو غير العطف والحنان والحب اكثر من الفلوس. طبعا النادي القنيطري عنده مشاكل ماديه ولكن المشاكل الماديه راه ماشي هي اللي غادي تدخل البونور والنتائج النادي القنيطري. راه العطف والتعاون بعضنا البعض والتسامح بعضنا البعض. انا من هذا المنبر كنقول اي انسان اي شخص اي قنيطري غيور على المدينه وعلى الفريق نتعاونوا يد في يد ونساو المشاكل ونساو كل من اللي صار. انا في قلبي راه تنقولها لكم من هذا المنبر مسامح دوك الاصدقاء اللي كانوا اللي ضغطوا عليا بواحد الطريقه غير يعني ما تقبلش نسيت داك الشيء. وانا من هذا المنبر كنقول لهم كنحبكم كيف حالي كنحب النادي القنيطري لانكم ابناء القنيطره وكلكم كتحبوا هذا النادي فخاص لازم نكونوا في طريق واحده مهما الاختلافات مهما طريقه العمل لكل شخص. بقات لي واحد الكلمه لان كنتكلموا على الجمهور كنتكلموا على النادي القنيطري كنتكلموا على المسؤولين كنتكلموا على الرئيس بغيت اول حاجه نوه المدرب واللاعبه اللي وصلوا لهاد الرتبه هذه اللي كتشرف وان شاء الله الا استمرنا بنفس الطريقه لما لا الصعود هذا الموسم. ثاني حاجه بغيت نشكر قدماء اللاعبين لان هم اللي صنعوا التاريخ ديال هذا الفريق وهم اللي خلوا هذا الفريق دائما كبير مهما في الدرجه الثانيه. النادي القنيطري دائما النادي القنيطري وكنتاسف على هذه الظروف اللي كتعيش فيها ماشي ماديه ظروف شخصيه وعراقيل وتشويش لان هذا الفريق ما يستاهلش هذا الشيء لان صنعوه فرق لعابه كبار مثل بوجمعه مثل المرحوم أنفا الحسينة مثل المرحوم محمد رياض مثل كالا مثل بوساتي مثل عبد اللطيف حمامه نور الدين العمري نور الدين بولحيوي خليفه العبد جمال جبران وزيد 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 لائحه كبيره بزاف. كنتاسف لهاد الناس اللي صنعوا التاريخ ديال الكاك وكيشوفوا الكاك اليوم مهمومه وغاده في المشاكل ديالها بهذه الطريقه هذه. والكاك راه ماشي ما خصهاش ماشي الفلوس هي اللي خاصها. الكاك عندها مولاها وعندها الغيورين عليها واللي يعطي غير درهم من جيبه يعاون الكاك. الكاك ماشي بس نادي بالنسبه لي انا او فريق. النادي القنيطري ام
نادي القنيطري ترعرعت فيه منذ الصغر وعملت فيه في كل فئات. والدليل على هذا من خلصت المشوار ديالي في الكرة ورحت لأوروبا ولعبت في أوروبا وقريت في أوروبا، كل ما تعلمته على الكرة تعلمته من هذا الفريق، من نادي القنيطري، السي أحمد الصويري ولا اللاعبين اللي كنت نشوفهم كيفاش كيتمرنوا وكيفاش كيلعبوا، لا تكتيكيا ولا تقنيا. ذكرت لكم كالا، ربما الجيل الجديد ما كيعرفوش، او بوجمعه بالخريف، وانا فالحسينة، او البوساتي، وكريم الله يرحمه الملقب زعبوله، وكل هاد اللاعبين نقول لك واحد هادو تعلمت منهم الكثير. الفريق بيبينيير وعطى الحمد لله، عطى المنتخب وعطى الكثير كثير، فما يمكن ليش ننسى هذا النادي ونقول اليوم لا ماشي عندي انا. من الاولويات ديالي اليوميه هي النادي القنيطري كرئيس وكمحب او كمن الجمهور او كمغربي مهاجر في المهجر. كان النادي القنيطري والنتائج ديال النادي القنيطري راه ما كناش قبل ما نطالع شنو داروا في قبل الماتش وفترة الماتش وبعد الماتش. هذه مسطرة قانونية المحامي اللي خدا، وطبعا زكيت هذا القرار، لأن أولا وقبل كل شيء الحسابات ديال النادي القنيطري كلها فيها صفر، ما عندهمش حتى حاجة، ما كاينش موارد، ما كاينش الا البلديه اللي كتعطي شي حاجه، ولا فيدراسيون ما عطات حتى حاجه هذا الموسم. وهذا قلت لك النادي القنيطري عايش بالقلب ديالو والجمهور ديالو. دوك لي كونت اللي تحبسوا راه لصالح المسيرين ديال اليوم اللي كانوا دابا لصالحهم، حنا ما بغيناش نظلموهم. انا ما باغيش نشوف الاب ديال شي مسير داس في الكاك تيبكي باه معاقب، ما يمكنليش. هذه من الصفات ديالي الحامده والاخلاق ديالي، ما يمكنليش، ما كنتشفى في حد، ما كنتقم من حد، والاول اللي يبكي هو انا. لشي واحد مرط في شي اليوم حكم تصدر باسم صاحب الجلاله الله ينصره، فاول حاجه مبادره كان عندي نسكر الحسابات باش ما يرتكب شي واحد خطا وزدق في مرط في مشكله ديال اللي ممكن بشي بعيد. اما الكاك بالنسبه للفلوس ولا هذا، حنا موجودين، حنا كاع المحبين ولا الناس ولا انا كرئيس موجودين، الا تورطات راه غادي نخرجوا من جيوبنا، هذه لازم، هذا واجب. ولكن راه رانا ما حبسش شي كونط اللي فيه مليار ولا فيه 100 مليون ولا فيه 20 مليون ولا فيه حتى مليون واحد، راه ما كاينش الكونط اللي فيه شي حاجه، راه والو. انا اللي كنطلب الا كانت واحد الشجاعه واحد اللباقه في المسيرين هادو اللي يجيو يجلسوا معايا، هما اللي يجيو عندي، ماشي انا. انا الحمد لله ربي نصبني، فزت بطريقه قانونيه وما طبقت الا القانون. فدابا من تورطوا الا كانوا تيبغيو الكاك يجلسوا معايا ولقاو واحد الصيغه اللي ما هضرش النادي، وانا ما هنضرش النادي. انا مسامحهم وكنقولها وكنعاود نقول مسامحهم، الله يسامح. وانسان رياضي لا فيزيكمون ولا مورالمون ولا مونطالمون ولا كل شيء. لعبنا مباراة خسرنا كنتسامحوا كنتعانقوا صافي، انتهت المباراة ما كاينش هذا ربح ولا هذا، مشينا سفيني.